المهم انا سليمان من كازا، مرحبا وسهلا، تفضل. يا رب يعود تريدني عندك نحول؟ الجواب، يا رب انا الله نتمنى نتمنى ان نقول يعود لك. عندك. السؤال هو واضح، السؤال هو اذا كنت تقول بان الصحراء المهم مغربية قبل 75، اعطينا باش. الدليل الاول، المستعمرات الاسبانيه كاينها في المغرب، ما كاينش في الجزائر الاولى، ياك؟ سليمان سليمان نعم سليمان سمعني سليمان سمعني. اسمع نعم سليمان نعم اسمعني اسمعني لا ترى، ايوه شوف احنا نتكلم عن شين قال له الصحراء الغربية، اعطينا بماذا هي مغربية قبل 75، اعطينا شوف خلينا من المستعمرة الإسبانية كاينة في المغرب، كاينة في سبتة ومليليا، كانت في إثني وكانت في الصحراء، يعني يا على أراضي سليمان مغربية. يا سليمان يا سليمان يا زين سليمان يا سليمان، نمشي باين على انك مالك منهجي في طرحك. المهم شوف في المنجم نعطي واحد المنهج جميل جدا، انت تقول لها مغربية، مغربية زين. نعم يعني في الوقت اللي جاتها اسبانيا كانت مغربية، كانت مغربية، كون ما كانتش اوكي. مغربية كانت شكون استعمرت الدولة شكون العثمانية هي الأولى، بعدها شكون كما استعمرت لحظة الجزائر كاملة. لحظة 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 لحظة، انت خابطك جن في الجزائر ولا لا انا ما خبطيتش نسولك عن جن، نهار الصحراء، انا نخل نسولك عن الصحراء الغربية تقول لي لا، الجزائر مرتين درك. كون كانت تابعة. اسمعني اسمع اسمعني اسمعني اسمعني، اعطيني اذنيك اعطيني اذنيك، اسمع، اعطينا اسم الحاكم اللي عينته السلطة المركزية في الرباط في 1884 وجاءت اسبانيا فوجدته امامها. ما عنديش، لا ما اعرفش. ما عندكش، اوكي كون كانت اعطينا، اوكي اعطينا، اوكي اعطينا العمل اللي قمت به كمغاربة وكسلطة مغربية مدة 92 سنة لما احتلت إسبانيا الصحراء الغربية باش تحروا هذه الأرض. الواقع كيتبت، أعطيني شوف الحرب في نعلك الواقع السؤال، كان شوف نعلك معروف يعني. السؤال نعلك السؤال، مدة 92 سنة وإسبانيا تحتل أرض الصحراء الغربية، أعطيني العمل اللي قمتم به أنتم، العمل النضالي الكفاحي اللي قمتم به أنتم والسلطة المركزية في الرباط باش تحروا هذه الأرض. التعمير كان على أرض الواقع، هو اللي هذاك نعلق السؤال للمرة الثالثة الصحر سليمان، أعطينا العمل اسمع. أعطينا العمل الكفاحي أعطينا العمل الكفاحي النضالي باش تحرر الأرض، هذه الأرض محتلة معناها على أن أرضك محتلة، حررنا معناها بالمسيرة الخضراء. لا لا قبل المسيرة، لا ينجو المسيرة لا ينجو المسيرة، قبل المسيرة ماذا فعلتم قبل المسيرة 92 سنة؟ ما فهمش بالضبط السؤال ديالك، ما عرفش. دارك محتلة دارك محتلة، دارك دخلها لك شي حد مثلا لا، ما هي وقطع محتلة فيها على أرض الواقع، قطع فيها وإحنا 92 سنة. درنا كون كانت محتلة ما عنديش اسمعني اسمع اسمعني اسمعني اسمع. اسمعني يا سليم اسمعني يا سليمان، دارك احتلها لك حد فوت فيها 92 سنة، ماذا تقوم به؟ اش خاصك تقوم به؟ مسيرة خضراء، ندير لها مسيرة خضراء ونخرج منها المستعمر. دارك محتلة 92 عام، في التالي خاصك تنظم لها المسيرة وتحرر. يا سلام، منين تجيب من السطاح؟ تجيب المسيرة منين؟ تجيب السلاليم ولا شنو؟ تجيبها تجيب المسيرة 350 ألف واحد باش يحرروا لك الدار.